أهلا فيكم من جديد. تناولت مجلة سيدتي في عددها الأخير آثار تناول حبوب منع الحمل لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وتعد أقراص منع الحمل أو حبوب منع الحمل من أكثر وسائل تنظيم النسل المثيرة للقيل والقال، تردد حولها الكثير من المعلومات الخاطئة. في هذه الفقرة راح نلخص لكم مميزات وعيوب أقراص منع الحمل والآثار الجانبية وموانع استخدامها. للحديث أكثر حول الموضوع معنا الدكتور رامي محافظة، استشاري نسائية توليد وعقم وجراحة بولية وتهبيطات نسائية. أهلا بك دكتور رامي. أهلا وسهلا. هلا دكتور، في البداية لو تعرف لنا أسباب استخدام حبوب منع الحمل. شكرا بالأول على الاستضافة. طبعا حبوب منع الحمل هي المسمى العام لهم حبوب منع الحمل، بس بالأصل هم دواء، يعني لازم الكل يعرف أنه هو هذا دواء زي أي دواء تاني، دواء هرموني مكون من نوع من أنواع الهرمونات. طبعا في أكثر من نوع من أنواع حبوب منع الحمل، وإنما بالنهاية هو دواء. أكثر استخدام هذا الدواء بنعطيه للسيدات لمنع الحمل. الآن لكن بالمقابل أو على الجهة الأخرى هناك استخدامات أخرى لهذه الحبوب، من ضمنها فهو نعطيه أحيانا للبنات لتنظيم الدورة الشهرية، وهذه شغلة مهمة ومن أشهر استخداماته هو تنظيم الدورة الشهرية. الإشي الثاني بخفف آلام الدورة الشهرية زي ما حكيت في التقرير، فكثير من البنات اللي بيعانوا من آلام شديدة أثناء الدورة وبياخذوا هذه الحبوب بتخفف، بخفف من كمية الدم والنزيف اللي بصيب البنات أثناء الدورة الشهرية. فأحد استخداماته في حالات النزيف، في بعض حالات النزيف. الأشياء الأخرى الرابعة اللي هي تنظيم الحمل والنسل والأمور هذه كلها، فإحنا بنعطيها في السيدات المتزوجات على فترة بياخدوه ممكن أشهر وسنوات بس لمنع الحمل. طبعا هو بمنع الحمل عن طريق منع الإباضة، وبالتالي إذا ما كان في إباضة فما بيكون في حمل. طبعا وله استخدامات أخرى كتير. هلأ من الأشياء الأخرى يعني اللي بنحكي عن استخداماته الثانية، فبنسميها من الفوائد غير منع الحمل، يعني حتى السيدات اللي بياخذوا الحبوب سواء لمنع الحمل أو لأي شيء آخر في فوائد أخرى لهذه الحبوب. طيب خلينا دكتور نحكي عن المعتقدات اللي يعتقدوا فيها بعض البنات، انه مثلا لو تاخذ حبوب الحمل وتوقفت عنها ممكن انه يسبب لها العقم او تاخر في الدوره الشهريه، هل هذه معتقدات صحيحه؟ طبعا هذا خطا شائع جدا، وللاسف كل يوم بنواجهه بالعيادات، بيجوا عندنا السيدات والبنات وغير، فبيحكوا لنا انه نوصف لهم حبوب منع حمل، فبتروح البنت بعدين بتحكي انا ما اخذته لانه حكوا لي. طبعا يكونوا حكيت لها صاحباتها وامها واخواتها والى اخره، انه لما توفي يس المصادر الفتاوي اللي حواليهم هذول، انه هذا الحبوب منع الحمل بضر على البنات، اذا بتاخذوا البنت قبل ما تتزوج ففي الغالب بعد ما تتزوج لا تستطيع الانجاب، وهذا الحكي خطا شائع. حبوب منع الحمل ابدا لا تمنع الحمل في المستقبل، بس في نقطه يعني بجوز هذا يمكن اللبس اللي بيصير فيه. الان حبوب منع الحمل بتشتغل على تثبيط الاباضه، فهو بينيم المبيض عند البنت فما بيطلع عندها بويضه. هلا بنحكي دائما بعد ما توقف الست حبوب منع الحمل، المبيض بحاجة تقريبا حد من 3 لـ6 شهور حتى يرجع لوضعه الطبيعي. هلا مش دائما ممكن من أول دورة يصير عندها، من أول الدورة بعد ما توقف الحبوب يصير عندها إباضة، بس ممكن ما تصير إباضة لحد 6 شهور، فأحيانا بيصير في تأخر 2 شهور 3 4 5. فأي ست مثلا بتراجع أنا بقول أنا أخذت حبوب منع الحمل مثلا 3 سنين أو 4 سنين، وقفت مثلا في الشهر الفلاني وهلا بحاول أحمل، فصار لي 3 4 شهور مثلا ما عم بصير حمل، هذا ضمن الطبيعي. فهو يمكن هذا الخربطة اللي بتصير، إنه إحنا بنقول لهم 6 شهور بعد ما توقفي آخر كورس من حبوب منع الحمل، آخر شهر فيهم معها لحد 6 شهور حتى يرجع المبيض يشتغل بالطريقة الطبيعية، حتى يرجع الجسم يطلع بويضة، حتى تتمكن الست أو ترجع لها قدرتها الكاملة على الحمل، بدها حوالي من 3 لـ6 شهور بعد توقيف حبوب منع الحمل. بعد الـ6 شهور هدول بترجع زي كأنها ما أخذت حبوب بحياتها، قدرتها على الإنجاب والحمل وإلى آخره كله هدول بيرجع تمام زي ما كانت في الأول. طبعا ما في أي صحة للاعتقاد أنه ما تأخذ حبوب منع الحمل لأنه بيعملهم مشاكل. عقم. ممتاز. طيب في كثير من الفتيات كمان غير المتزوجات يأخذون حبوب منع الحمل على أساس أنهم ينظموا فيها الدورة الشهرية، هل فعلا حبوب منع الحمل لها أثار إيجابية أو حلول إيجابية لهالموضوع؟ طبعا زي ما حكيت في البداية هو دواء هرمون، فإحنا بنعطي الهرمون هذا حتى ننظم شغل المبيض. طبعا معروف أن الدورة الشهرية تتم من خلال المبيض بيطلع فيه هرمونات معينة في بداية الدورة، وبنص الدورة في نوع ثاني من الهرمونات. بعدين في هرمون معين بتنزل تركيزه في الدم، فبتصير الدورة الشهرية، يعني الموضوع شوي معقد كيف بتصير الدورة الشهرية. لأن حبوب منع الحمل إحنا بنعطي هذه الهرمونات للبنت أو للسيدة بطريقة معينة، بحيث إنه نبني عندها بطانة رحم أو نخفف بناء بطانة الرحم الطبيعي من جوا الجسم، وبنعطيها هرمون معين لفترة، بعدين بتوقف فيه البنت أو السيدة الحبوب في يوم معين
بعدها بثلاث ايام تنزل الدوره. هلا الحبوب منع الحمل تقريبا تنظم الدوره بنسبه عاليه جدا، يعني بتصير البنت تعرف دورتها بالضبط، كل 28 يوم اليوم الفلاني حتبدا واليوم الفلاني حتوقف الدوره وهكذا. فهي واحده من اشهر الطرق ومن اشهر الادويه الموجوده لتنظيم الدوره الشهريه. ممتاز. طيب في كمان استخدام اخر يستخدموا فيه الفتيات هذا النوع من الحبوب اللي هو ازاله حب الشباب، هل فعلا لها اثر في ازاله حب الشباب خصوصا للمراهقات؟ طبعا يعني يمكن احنا صعب نحكي انه احنا نستخدم الحبوب من الحمل لمعالجه حب الشباب، وانما دائما نحكي في اثار او في فوائد غير تنظيم الدوره والهاء ومنع الحمل، اللي هو في الفوائد الاخرى لحبوب منع الحمل، وهذه من ضمنها تخفيف حب الشباب، مش بس الحب نفسه حتى تصفيه البشره. يعني السيدات او البنات اللي بياخذوا حبوب منع حمل فتره طويله بصير عندهم البشره تصفى، هي عباره عن هرمونات انثويه فبتصفي البشره عند البنات. في فائده ثانيه بتخفف الشعر عند البنات، خاصه البنات بيطلع لهم شوي شعر احيانا بمنطقه اللحيه هون او المنطقه بخف هذا الشعر. في بعض الحالات نستخدم احنا حبوب منع الحمل كدواء مساعد لتخفيف نمو الشعر عند البنات. زي ما حكينا الالام كلياتها بتخف، النضارة البشرة بتزيد من حبوب منع الحمل. يعني طبعا احنا ما بنعمل دعاية لحبوب منع الحمل انه كل البنات اللي يصيروا ياخذوا حبوب منع الحمل، مش هذا الفكرة، وانما هي واحدة من الميزات الاخرى للحبوب، انه زي ما حكينا هدول كلياتهم اهم واحدة فيهم البشرة والشعر وتنظيم الدورة والام الدورة وكمية الدم، هذه كلها فوائد غير منع الحمل، وهي من ضمن يعني التعليمات او خلينا نحكي من ضمن الفوائد اللي احنا بنعطيها للبنات او التعليمات بنعطيها للبنات خلال خاصة قبل الزواج. طيب هل يوجد عمر معين لاستخدام حبوب منع الحمل، خصوصا ان في بنات من عمر 12 تبدا تجيهم الدورة الشهرية؟ لا طبعا غالبا ما بنستخدمه احنا بعمر 12 او 13، لانه المعروف دائما انه اول سنه لسنتين من عمر البنت في بدايه حياتها من اما تجيها الدوره، اول سنه من بدايه الدوره عند البنات لحد سنتين احيانا بتكون الدوره مخربطه، وفي الغالب هذول احنا ما بنتدخل فيهم كثير، بنتدخل بحاله واحده اذا كان عندها نزيف، يعني بنعطيهم ممكن دواء اذا كانت الدوره بتجيها بشكل نزيف بتعود 15 يوم 12 يوم 13 يوم، وهي بتلاقي طفل صغير 12 او 13 سنه بياثر على قوه دمها، فبنعطيها حبوب، اما حبوب منع الحمل او في حبوب ادويه اخرى حتى نخفف كميه النزيف. اما اذا كانت على شكل ان الدوره بتتاخر تقعد شهر ونص او شهرين حتى تيجي، بهذا العمر في الغالب ما بنعطيهم حبوب. لما في حد معين بالضبط متى نبدا ناخذ حبوب او يعني مسموح لنا نعطي حبوب منع الحمل، وانما في الغالب مش قبل ال 15 16 سنه في الغالب نبدا بهذه الحبوب. ممتاز. والله دكتور رامي على كلامنا اللي قبل انا اتوقع الحين البنات حبوب منع الحمل عندهم في الثلاجه زي البنادول. فهل لازم نحن نستشير طبيب قبل ما ناخذ حبوب منع الحمل؟ طبعا زي ما حكينا في البدايه هو هرمون وهو دواء، والدواء الهرموني مهم جدا، له مشاكله له اضراره فما بصير وحده تاخذ حبوب منع حمل مزاجها من غير، طبعا له مشاكل، هلا ممكن نحكي عن مشاكلها كمان شوي، فما بصير تاخذه من غير استشاره الطبيب، لازم تاخذه تحت اشراف دكتور، في له طريقه معينه كيف بتاخذ حبوب منع الحمل، ويعني في الغالب احنا بنحكي لا يستصاغ او لا، يعني صعب انك انت تيجي تعطي بنت حبوب منع حمل لفتره طويله بس مشان مثلا البشره، هلا في ادويه اخرى كثير بالتعاون الجلديه بياخذوهم، فاحنا بنحكي من ضمن الفوائد الاخرى اللي حكينا عنهم، بس هو في الاصل اذا له سبب نسائي أو بما يخص الجهاز التناسلي عند السيدة أو عند البنت بنعطيها إياه، وقد تستفيد من الفوائد الأخرى غير منع الحمل. جميل. باعتقادك هل حبوب منع الحمل آمنة على المدى الطويل؟ والله لحد الآن تقريبا طبعا باستثناء في حالات معينة ما بيصير، بس بالعكس معظم الدراسات هلا اللي عم تطلع جديدة عم تحكي انه بالعكس لها فوائد على المدى البعيد، من ضمن هاي الفوائد مثلا بتخفف نسبة إصابة السرطان المبايض في المستقبل، بتقلل نسبة إصابة سرطان الرحم في المستقبل، وهذه نسبة كتير، يعني سرطان المبيض في دراسات بتشير إلى أنه حوالي 50% من سرطان المبيض بخف عند السيدات اللي بيستخدموا حبوب منع حمل أكثر من 5 سنين، يعني إذا بتستخدم 5 سنين حبوب منع حمل 50% بقل عندها نسبة إصابة بسرطان المبيض. فبشكل عام نقول أنه على المدى البعيد وما في كتير موانع، خلينا نحكي على العكس، طبعا بالمقابل في موانع لاستخدام حبوب منع الحمل، فما فرضا مثلا السيدات اللي فوق عمر 36 سنه ما بنعطيهم حبوب منع حمل، في الغالب بنخاف على تجلطات الرجلين لانه هذول بيكونوا عرضه اكثر للجلطه، المدخنات ما بياخذوا حبوب منع حمل في الغالب نفس السبب، انه التدخين زائد حبوب منع الحمل بزيدوا نسبه اصابه الجلطات في الرجلين ونسبه كويسه عاليه،
طبعا هدول السيدات اللي عندها تاريخ عائلي بسرطان الثدي ما بنعطيهم حبوب منع حمل. يعني اذا واحدة لها اخت مثلا صابها سرطان ثدي او ام او خاله، يعني هدول الجهة الاقارب من الدرجه الاولى اللي بخص اللي هو الخوات والام والخالات وهذا كذا، هلا هدول ما بنعطيهم كمان حبوب منع حمل، نخاف من اصابه بسرطان الثدي. من هدول تقريبا اشهر الحالات اللي احنا ما بنعطي او ما بنحب انه نعطيهم حبوب منع الحمل بشكل عام. طيب خلينا نحكي عن الاثار السلبيه لحبوب منع الحمل، خصوصا انه في بنات بداوا يشتكوا انه هي ممكن تسبب لهم صداع، فهل صحيح هالكلام؟ هلا صداع ممكن، اللوعه بالنفس اللي هي العيان او الغثيان ممكن انه يصير، عدم التقبل بدوخه برضه ممكن هذا اللي يصير، وغالبا ما بنحكي البنات انه هذا في الغالب بيصير بالشهر الاول، اكثر شيء في الشهر الاول والثاني. يعني هو بالعاده حبوب منع الحمل من الادويه اللي يتم التعود عليها، فاول شهر شهرين ممكن يصير شويه اعراض، بعدين الست بتتعود او البنت تتعود عليها يبطل في اثار، يعني او بطل في اعراض جانبيه. هلا كثير بنسمع احنا يعني بشغلنا بنسمع من البنات والستات وغيره كثير الامور الثانيه اللي هو العصبيه والنرفزه والنصاحه وبتتنفخ انا اتوقع هذا من غير حبوب منع الحمل موجوده يعني. هو شكل العصبي عصبي يعني ما له. طبعا انا حد العلم بيحكي انه تقريبا ما في ولا شيء اثبت انه فعلا حبوب منع الحمل بتعمل هاي الاعراض كلها. السيدات كثير المتزوجات بيجي بقول لك جربت حبوب منع الحمل فصرت دائما نرفز ودائما بصرخ ودائما ودائما. علميا هذا الحكي مش صح، بس كل يوم بنسمعه كل يوم. هلا ما بعرف هل هو نفسيا هل هو يعني، بس هو علميا مش صح هذا الحكي، ما له علاقه. ان النصاحه والتنفيخ وزياده الوزن برضو علميا مش مثبت، على العكس تماما. هلا الجيل الثالث، يعني يمكن هون مهم انه نحكي حبوب منع الحمل في اكثر من جيل، حاليا في الجيل الثالث من حبوب منع الحمل. الجيل الثالث بتدعي الشركات اللي طلعت الجيل الثالث انه على العكس حاطين في ماده بخفف نسبه السوائل بالجسم وبالتالي بتخفف الوزن. او لا، يعني هذه يعني البنات يعني بيطيحوا فيها طيحه الحين. لا هلا الجيل الثالث هيك بيزورونا هيك بيخبرونا الشركات، وفعلا لما نقرا في التركيبه بنلاقي في روح من انواع مش مدر او زي المدر اللي هو بخفف نسبه السوائل. هلا في الماضي كنا نعتقد انه في شويه سوائل بتكون عند السيده هي اللي بتزيد الوزن، الان مع الجيل الثالث بقول لك انه بالعكس هذا الدواء الحبوب منع الحمل، احنا ما بدنا نذكر اسامي مشان ما نعمل يعني دعايه لاسم، وانما في بعض الاسامي المعينه يسوق على انه هذا يساعد على تخفيف الوزن عند البنات. فهو اعتقد هذا اخطاء شائعه، الوزن، العصبيه، النرفزه، هدول اللي حكيناهم صح، بس هدول كلهم اخطاء شائعه ما لهم اساس. ممتاز. هل في موانع من استعمال حبوب منع الحمل؟ حكينا التدخين طبعا اكيد سبب رئيسي ما بصير نعطيه، العمر بعد عمر معين بالذات 35 36، اذا كان الست عندها بالسابق جلطات او اي مرض من امراض تخثر الدم او عندها احتماليه انه يصيبها جلطه في الدم زي نقصان بعض المواد في الدم، في شيء اسمه بروتين سي وبروتين اس او وغيره، هلا اذا كان هدول فيهم نقص فبتكون هي عرضه للجلطات فبنخاف من ما بصير نعطيهم. والسبب الرابع زي ما قلنا اذا في بالعيله سرطان ثدي او الست كان عندها سرطان ثدي او حدا من خواتها او اقاربها الدرجه الاولى عندهم سرطان ثدي ما بصير نعطيهم. ممتاز. دكتور رامي محافظه استشاري نسائيه توليد وعقم، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا. مشاهدينا فقرات سيدتي مستمره ولكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، امرأة تتبنى 39 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى تنفذ وصية زوجها بالعيش في البحر.